نشوف الالي ونحط بالله قم خلنا نفجره. وخر يا محمد شوي نتفاهم مع هذا. فجر ما خرب اللعبة الا انت. 12 seconds later. سالفة. لا 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 يا محمد يا ولد. خرب بيت فورتنايت الله يخرب. اخوي الي وش نلعب احنا وش نلعب؟ خرب بيتكم يا شيخ على اضافاتكم الخرا. يبون يجمعون كل شيء في هاللعبة. لا تلتد اللي خلوها زي ما هي ولا هي دستي اللي خلوها. الله يا كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذا سورو يا هلا والله. معليش يا اخوي وعبد الله عبد الاله حياك الله. وش فيك معصب؟ وش فيك زعلان؟ ما انا بزعلان يا اخي بس والله زعلان. والله زعلان يا اخي. والله زعلان. لعبه خربوها والله خربوها والله خربوها والله. في مكان كذا عزيزي في مكان كذا دايم قدموا دستي شالوها وقبلها تلتد وقبلها الشعب كلها الشعب كلها شالوها شالوها. الحين جايين لك هالي الحين جايين لك هالي الحين جايين لك هالي. يعني اقسم بالله ما تدري وش تسوي. لا ما تدري وش تسوي. يذكرني بثانس هذاك القديم. عبد الله مو عبد الله. معليش يا عبد الله. معليش والله ما اشعر شيء. والله ما اشعر شيء. ضاعت العلوم. بالله يعني انتم تشوفون ان اللعبه كذا ما خربوها. وينك زعلان اليوم انت حق ببجي؟ والله طلع مره لا تدخلها في راسي. احول الحين بث ببجي. مش سالفة حق ببجي يا ابن الحلال. والله بس خربوها فورتنايت. لا لا تردها علي. الله يحييك يا سموح امس ما طولت البث. امورك طيبة يا رجال؟ الوضع عيد ودري. والله ما توقعت اصلا احد يدخل البث اليوم والوضع شوي يعني تعرف عيد والشعب كل مع اهله ولا ربعه ترتيبات اجازة وكذا. بس فيكم الخير والله حياكم الله. مشرين على تلتل حسبي الله. يلا يلا روحوا تلتل 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 تلتل. مع اني اتوقع اني حلفت قبل شوي ما اروح ما حلفت ما تنحسب ما تنحسب حلف هذا. اوه فرد 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 خلاص خلاص. اوه قرينا تلفته في واحد فوق تحت ما ادري وين. لما سبعة على الأسلحة هذه ويا الله يا كريم. هذا يرقص معي كذا تلتد. والله العظيم والله العظيم ما انزل لها لين ما يعدلونها. هذه حلفة يا شيخ. لا يمديك تبني ولا يمدي. احس فورتنايت الحين يقولون تكفى. لا تكفى وانت تنزل تكفى. والله ما ادري عنك تنزل ولا ما تنزل يا اخوي. بس كذا يا اخي رد فعلي والله اني كذا استغرب من نفسي. والله ما نزلت.
اخوي والله ما ادري عنك، انزل ولا في عريقة يا ابوي، وين بتروح؟ المشكلة ما يعطيني المشكلة ما يعطيني بوم يا جماعة الخير، ما يعطيني ثلاث اسلحة ما ادري اربع اسلحة. والله اني انقبل، انا من النوع اللي لا مت خلاص. المهم يا شباب، اتمنى المقطع نال اعجابكم، اتمنى تكتبوا لي الحقيقة، هل تشوفون اللعبة خربت وكل ما يخربونها؟ اكتبوا لي بالكومنت وش رايكم بالتحديثات هذه والاضافات اللي ما لها داعي. يا ريت تنشرون المقطع لان القناه من جد تحتاج دعمكم، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله نشوفكم في بثوث ومقاطع جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.